دلوقتي يلا بقى نروح على مدرجكم الافتراضي ونروح لفقرة الشارع الأبيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. الحقيقه انه ما كانش في حاجه بتهم جمهور الزمالك خلال الفتره اللي فاتت، خاصه مع بدايه الموسم الجديد، اكتر من التيشيرت الجديد لمدرسه الفن والهندسه. ناس كتير جدا ما كانش عاجبها التيشيرت المؤقت اللي اتلعب بيه ماتشين افريقيا، ناس كتير كمان كانت متحمسه للتيشيرت الجديد اللي طبعا تم الاعلان عنه يوم الجمعه اللي فاتت في المؤتمر الصحفي اللي تالقت جدا ربنا في تقديمه الحقيقه. ميرسي يا انجي. والله هو فعلا الحقيقه ان التيشيرت الجديد الديزاين حتى بتاعه مستوحى كده من تيشيرت 2003 التاريخي، عجب قطاع كبير جدا من جمهور الزمالك، ناس كتير متفائله بيه ان شاء الله انه يكون بوابتنا لحصد كل البطولات السنه دي. عشان كده كالعاده نزلنا خدنا راي جمهورنا في الشارع الابيض وكل الزملكاويه على رايهم في التيشيرت الجديد. تعالوا كده نشوف قالوا ايه ونرجع تاني. رأي حضرتك في تيشيرت نادي الزمالك الجديد؟ جميل جميل، والتيشيرت التدريب كمان جميل، كلهم كويسين جدا بصراحة. أنا شايف إن هم كويسين، من وجهة نظري إن هم كويسين جدا يعني. في التفاصيل اللي فيه جميلة، وبكل يعني كلها بتدي إنديكيت لحاجات يعني جميلة في النادي. ولا التيشيرت أنا عن نفسي عاجبني. ما شاء الله تيشيرت تصميم حلو جدا، وأول مرة نشوف التصميم الجامد ده السنة دي وما شاء الله. قول لي حضرتك رأيك في التفاصيل اللي فيه؟ والله التفاصيل التيشيرت ظاهر السنه دي عن اي تيشيرت خالص، يعني باين فيه الالوان حلوه جدا، والكوره الحمراء مع الشريطين الحمراء دول جامدين جدا. هو بصراحه التيشيرت دوت غير التصميم اللي كان نازل قبليه، فانا ارجح التيشيرت ده تصميمه حلو يعني. هو ممكن بس كومنت شويه في اللياقه، بس هي مش بطاله شكلها حلو يعني على اللوجو الجديد بتاعه. اكيد طبعا اكيد لازم اشتريه. هو اللوجو الجديد ده تيشيرت جميل، و يعني هو اشك من اللي هو اللي كان خطين، اللي هو اعلى من هنا ده كويس تمام 100 100. انا بصراحه اول ما هشتريه على طول، شكله عاجبني. لا احلى من التيشيرت القديم. لا لا ما شاء الله، لا اللي عمل التيشيرت فعلا ما شاء الله بصراحه، لا فكره كويسه وفكره عاليه يعني. التفاصيل اللي فيه عاجبه حضرتك؟ لا تفاصيل حلو بصراحه ما شاء الله. لا ان شاء الله؟ لا اكيد ده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله طبعا. تمام الحمد لله، تيشيرت جميل طبعا، وكل تيشيرتات الزمالك حلوه الحمد لله. احنا بنحب باقي تيشيرت الزمالك ينزله يعني الحمد لله. تيشيرت جديد؟ اه طبعا طبعا، لازم ندعم النادي طبعا، لازم اشتريه طبعا طبعا ان شاء الله باذن الله.